من أصدقائي السيرفر الذي فيه العرب أكثر هو 1002. يجب على الجميع أن يختار سيرفر 1002 الذي يجتمع فيه العرب والأجانب معا. هذا هو السيرفر الرائع الذي يوجد فيه العرب كذلك. تختار هذا ثم تدخل وتضغط على أي مكان. هذا هو أروع سيرفر. تختار مباشرة هكذا ثم تضغط تكست. الأولى السوق فاهم هذا كيدوريا استخدام أنا صرت خير الجمعة. هنا أصدقائي لدينا اللغة. هنا لدينا اللغة. ضغط على كرة الأرض تختار اللغة. سوف يتم مضافة العربية قريبا. وشخصيا سنقوم بالتعديل عليها. نختار هنا. لديك هنا أيضا. سأختار هذا وضغط نكست. التقريب بالماوس والتبعيد. واو انظر الى هذا. اوكي لدينا الشعر. اذا سنقوم بتعديل الشخصية ونعود اليكم.
لا تضيع مني شخصية، سأضغط هنا على السيف. فيل سيفت يعني تم حفظ الملف. لدينا اكسبلور، دعنا نكتشف الملف. لدينا اكسبلور، ماذا تعني اكسبلور هذه؟ لدينا اريا اكسبلوريشن، هي الاماكن التي تم استكشافها. لدينا عدة اماكن هنا تستطيع ان تستكشفها. لدينا ستوري، ماذا تعني ستوري؟ ادفنتشر جايد، ارشادة المغامرة. هذه ارشادة المغامرة، ماذا تعني؟ اسمه ويلبوس انكادوت، ما هذا؟ التستور. هنا المهمات والجوائز التي ستأخذها من أشياء أخرى. لدينا الديسيجن، كل هذه الأشياء. لدينا باست ريفليكشن، هذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ لا انا نضغط مثلا على هذه، ماذا ستعطيني؟ سنكتشف كل هذا لاحقا. كذلك السبب يعني لا ايحا. نحن الان في هنا شابتر واحد نيو هوب، يعني سوف تقوم باجتيازه. لدينا سبيشال اوبس، نرى ماذا تعني سبيشال اوبس. نضغط على الت لكي نظهر الماوس. دعنا نختار، سوف يفتح معك هذا التحدي في مستوى 13، يعني عندما ستصل مستوى 13 يمكنك ان تقوم بهذا التحدي مع فريق. فريق يتكون من 3 الى 4 لاعبين. اوكي، يتطلب مستوى 35. هذا تحدي اخر مستوى 35. هذا ايضا تحدي في مستوى 55، وهذا تحدي آخر في مستوى 55. اوكي، هذا مع دائما سبيشال. ولا يمكنك الضغط على انضمام كفريق. المهم سنعرف كل هذه الاشياء ان شاء الله. ماذا هنا؟ هذا المكان الاخر. هذا التحدي تستطيع ان تدخل اليه وحدك، ولكن تحتاج الى مستوى 14. هنا البطولة تورنمنت في المستوى 35، تستطيع ان تقوم بهذا. هذا مكان اخر تقاتل فيه في ليفل 35. لدينا بنسل اليمينيشن، تدريب على المباريات. هذا في ليفل 80، مستوى 80. روم يعني انشاء الغرف، كستوم روم انشاء الغرف يعني. ماتيريالز جزء من متولا. واو، الطبيعة الرائعة جدا. أنا أستطيع المشي بالأحرف. نعم، دعني أقوم بتعديل. سأقوم بتعديل فورورد. هكذا. هذا اللي باك، يعني هذا المناسب. ليفت، ثم هنا رايت بهذا الشكل. ثم ضغط يوز، نعم، وضغط كونفيرم. لان لدي الكلافي الفرنسية، لذلك كان علي ان اقوم بها. هذا صندوق، هذا شيء واضح جدا. هنا في هذا المكان أعطوك المهمات. هنا المهمات، هنا الأحداث التي تقع في اللعبة، يعني إكسبلور يعني الاستكشاف. هنا تضغط هنا كي تظهر المهمات بشكل أفضل. المهمات، إذن هنا المهمات الرئيسية كما قلنا، هذه الأحداث الاستكشاف. ثم هنا المهمات المتاحة التي ستجدها هنا.
هناك مهمات التدريب، هناك مهمات أخرى تسمى بالسايد ميشن، يعني مهمات ثانوية. هنا المهمة يعطونك هنا الوصف، وصف المهمة، ماذا عليك أن تفعل. Go to a shelter now، يعني اذهب إلى المخيم الآن. تريد أن ترفض المهمة تضغط على Abandon. تريد أن تضع علامة المهمة اضغط على حتى يرونك المكان الذي توجد به المهمة. لدينا هنا هذا اليد، ماذا يعني content. لدينا هنا تريد أن تلتقط صورة لعبك الخاص. أوكي، نضغط هنا نلتقط صورة. نايس، سيف. نضغط على سيف لكي نقوم بأخذ الصورة. نضغط على علامة الآن بواسطتي وسط الموس. نقوم باستبدال الأسلحة. يجب أن تخفي الموس كي تستطيع أن تضرب. عليك أن تخفي الموس أولا. هذا مجرد تدريب، تدريب في البداية. سأقوم بنقص الموسيقى، صوت الموسيقى. الآن جيد. بيك أب. نعم، لم نقم باستكشاف هذا المكان. نافذة الشخصية، هذه الأشياء التي يملكها الآن وأرتديها الآن، يعني أشياء أخرى التي يملكها. أوكي، هنا إكس بي يعني الخبرة، أش بي يعني الدم، دم الحياة. هنا الصحة. فول، فول ماذا؟ أوكي، أرمور يعني الدرع. هيد أرمور، درع الرأس. ليج أرمور، درع الأرجل. ماكس أش بي، ديميج يعني الضرر. تورسو أرمور يعني درع البطن، يعني قوة المهارات. كريتيكال هيت، الضربة المميتة. كريتيكال ريزيستنس، المقاومة المميتة. كريتيكال ديميج، الضرر المميت. كريتيكال ديميج ريزيستنس، مقاومة الضرر المميت. ويكنس ديميج، ضرر الإضعاف. أو هنا مقاومة ضرر الضعف. هنا أرمور بيرسون هو اختراق الدرع. هنا اختراق درع الرأس، اختراق درع البطن. وهنا ليج أرمور بيرسون اختراق درع الساق. يوجد شيء آخر هنا، واردروب الملابس. ما هذا يا هذا؟ How to obtain، تضغط كيف أحصل على، كيف أحصل على هذه. يقول لك سوف تحصل عليه من كريسما شوب، متجر. ها هو الثمن، هو 128,000 من هذه العملة. جميل، جميل جدا. لقد أخذناه. صافي، ما جعل مباركة من سندريت. عندما تضغط على Alt لإخفاء الموس، تحرك الكاميرا فقط بالموس، يعني بدون حاجة إلى هذا. جيد، يمكنك الضغط هنا أو فقط بواسطة الموس تقوم بتغيير الأسلحة. يا صاحبي، هو عرفنا سلاح بدون أمو، ماذا أفعل به؟ ليس سلك دي أمو فريد زومبيز. Nope. These monsters just don't know when to stop. Nope. 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 I said it did. تعالوا عني. وأخيرا حصلت على الأمو، مو كان في الحقيبة. المعاناة. Okay. Okay. Where is it? Where are you, zombies? خذلتهم. لقد ذهبت معي، امسكوا بي الان. يا سلام، انا اتحدث مع هذا يعني. في الحال هنا لماذا انتم في الصف؟ انا ساكون في البدايه، يعني انا هو الشخص الذي جئت اولا. لا شيء خطير، انها مجرد خدوش. سوف نضع لك فقط بعض الفصمات. اتبعني، سوف أخذك إلى مكان لترتاح فيه.
ما زلت أطلق. لا 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 دعني أغير السلاح. انظر إلى هذا المكان يا بني. لقد أستمتع كثيرا هنا. سأبقى في هذا البيت. نعم هكذا نزعنا السلاح. ادخل الى البيت. اوكي بسم الله. السلام عليكم يا تيمي. ما كان ديال جهاز عجيب. time to drink some water. نحتاج الماء. لدينا هنا ايضا هذه الاشياء هنا. هذه هي شرب الماء. اكزرسيس يعني القيام بالتدريب. الريست يعني اخذ الراحة. لدينا هنا قضاء حاجتك. هنا الاستفراغ. هنا واتر. واتر اضافة الماء. ايش يعني اضافة الماء؟ اوكي ماذا لدينا هنا؟ لدينا غسل اليدين. غسل الوجه. نعم غسل الوجه. غسل الملابس. واو كل هذه الاشياء جيد. اوكي إذن هو مؤشر الجوع مرة أخرى هنا منخفض. وهذا مؤشر الطاقة. ماذا لدينا؟ دعونا نتفقد هنا. لدينا بورتابل تولز. وش لدينا هنا؟ فيشين يعني صيد السمك. سنو بورد صيد السمك. لدينا تزلج على الجليد. لدينا أيضا هنا بالأسفل موبايل. الدرون تصوير بالدرون يعني. الجليد هي الطائرة الشراعية. ثم لدينا الريج هي الأجهزة. سكوت ماذا تعني؟ ثم لدينا هنا شيء آخر. معدل المتانة يعني هل هو متين؟ دي الآن أصبح 98. إذا وصل إلى الصفر لم يعد يعني سيحميك. هذا يعني الضرر يعني الضرر الذي أصبت به من القتال. يمكنك إصلاحه بطبيعة الحال. لدينا هنا بالأسفل رسالة. رسالة من هذه؟ نقرأ هذا. كليم أون. نأخذ هذه الجوائز كلها. نضغط أوبن. نضغط فتح. إذا نضغط هنا على هذه أيقونة الأصدقاء في هذا المكان. أوكي إذا في إضافة صديق تضغط على إضافة صديق. تكتب الأي دي. مخصص به. هذه كونتاكت يعني لائحة الأصدقاء عندك. إنشاء يعني مجموعة للأصدقاء أو إنشاء مجموعة الشط. مجموعة مثل مجموعة ميسنجر مثلا. إذا ضغطت هنا يعطيك نافذة الشط خلال اللعبة. أوكي هذاك هنا الورد يعني الشط العالمي. شط الفرق. أنت الآن لم تنشئ فريق بعد. إذن القريبين منك. شط القريبين منك. أوكي سلام. ثم عندنا الشط الخاص. الناس ديال دوز بريفي. ريكرويت هنا يقومون ب إذا كنت تريد أن تنضم لفريق. هنا الأشياء التي أخذناها يعني. هذا هدية. تريد أن ترسل هدية لشخص ما. هذا ضغطنا هنا. هنا بالأسفل لديك الشط العالمي. كنت يعني مع فريق. تضغط هنا على فريق. هنا تظهر يعني محادثة الفريق. أو تضغط على نيربي كي ترى. تستطيع أن ترى محادثة الأشخاص القريبين منك. لدينا شيء هنا. إذن في الإعدادات كي تحظى بأفضل أداء لجهازك. كل شيء تجعله لو 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 لو. أوف استغفر الله. استحي من الصوت الطاير يعني يحتاج إلى النوم.
وقت النوم. إنه وقت أطولك هنا. أقوم بغسل اللباس. توقف قبل أن تنتهي. تحدث مع الحارس. ماشي مشكلة. Talk to clean. اذهب يعني تحدث مع كلين. هذا قصة الخريطة يعني. ضغطنا عليها هنا يعطينا الخريطة. ماذا لدينا في الخريطة؟ دعنا نتفقد ريجون ماب. واو ريجون ماب. نحن في هذا المكان لنرى الحجم حجم خريطة اللعبة. واو كبيرة. وورد ماب. ضخمة جدا. ماي جاد. نحن في هذا المكان الصغير جدا وهناك الكثير من الأماكن الأخرى. ماي جاد. هنا موقع المهمة. هيلز. مكان اسمه سيزن هيلز. مكان اسمه ريدوود فورست. إذا كنت تريد أن تبحث عن شيء ما سيبريشن أبليكاسيون. هنا إذا كنت متزوج وتريد أن تطلق تذهب إلى هذا إلى هذه الفتاة فتطلق. البعض عندما يدخل هذه اللعبة يظن بأنها لابد أن تجتاز المهمات وغير ذلك. ليس ضروريا. المهمات فقط إذا كنت تريد يعني أن تذهب لإنجازها. يمكنك أن تقوم بالتجول والاستكشاف وتطرق المهمات حتى يعني تقوم بها. ليس من الضروري أن تقوم بالمهمات في كل وقت وحين. ماذا يبي هذا كامب؟ هذا الشخص لا أستطيع أن أتحدث معه الآن. نجرب الشيء الثاني. ما هذا؟ هذه هي التي كانت تقوم بالموسيقى. لماذا يظهر عندي هنا الجيفت لإرسال جائزة؟ هل هي لاعبة حقيقية؟ لا تقل لي أنه كلاعب يمكنك أن تقوم ب يعني هكذا بالموسيقى فيأتي اللاعبون يعطونك جوائز. واو ترادين بوست. هنا تقوم بالتجارة على ما أعتقد. هذا سطح ليفل 10 كي تبدأ في التجارة. اوكي يجب أن ترفع الليفل حتى يفتح يعني تفتح معك أشياء أخرى. هنا متجر الريبيتيشن يعني السمعة. تبيع أشياء متعددة بواسطة هذه العملة. آخر يبيع الحلوى. نعم هنا هنا يبيعون اللحم والبيض فلافل. عندما تشعر بالجوع عندما تشعر بالجوع تشتريها. ثم لدينا متجر الملابس.